اي وعلي بقد الحاويه ما حد سوى مو موجه ابد تصرفات ما شلون دنك ايه انا غلط نشوف يا ذي احنا قاعدين هنا ثلاثة هسه شوف ما شلون قاعد علي مني من الحاويه اذا بالله شويه بعد بخمسين واو. بس ما لا 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 ما شو احضر روحك رجع قاعد كمبر لك مو كنت شو حامي لك ما باقوا من ادري باقوا من ادري واحنا تلزلنا احنا يعني ما خاف باع ديسم وين حاوي زين انت احمد ابو الكباب ايش قد ولد يمك ايش قد خرب جاهل بي هذا شوف ايش دا يسوي هذا ما قال لك قوم ما اعرف اسايل او فايت ولاقي جاهل ايش دا يسوي ما قلت ايش دا يسوي ايش هاي والله ما ادري واو عشان دا يفتح قفل مال هاي يا نغل لا كنت تعب على الضحك ده ما شو حيبوك لا ما على الضحك ده مع الطريقه مع البوغ مع الواحد كبير ابد مو بابا لا 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 بس راحوا على اهل فوق يقول جاي ابوك تي ماكس مو بايسكل يلا فضح بس عنده يلعب بي لك باع البايسكل على منه هيثم ايه هو بشوفه بقد الحاوية من جوا الحاوية صغيرة مو كبيرة هل هو ارضه غالي ولا خلق؟ ايه بعد علي بتاع القفل بس يوقع من الستاند يطيها اللهيب بس بعد الستاند صعد بس يصعد الستاند يطفى طم صعد الستاند بس ما علوه وجه عليهم على المحل واحد طفى بس هالشيء ما رجع بالحاوي ما رجع